اهلا وسهلا، السلام عليكم. كيراكم دايرين يا خويا؟ مجهدنا الحمد لله، والله نحمدك ونشكرك يا ربي. راهي المشتى يا خويا، اش نقول لك؟ نزيروا السنتوره وراه جاي الربيع والخير غادي يدفك. غادي يسكت واني مسلم على لو نوفو غوفرنمون الجيريان. والله ماجد تبون لو بريزيدون الجيريان، الله يبارك، حاجه من الفور. ضحك لهم في وجوههم العباد هذو. معليش، انا بغيت نحكي على عباد اللي خرجوا وراه مليون لابونيميك على هذا اللي يسموه رشيد النقاش. دروك قال لك كيفاش رشيد النقاش ان تريبونال ميليتير يحكم عليه ماشي سيفيل. غادي يجيبوا لنا في القوانين تاعهم، مش عارف يحكوا. وكاين هذا اللي يسموه هشام عبود اللي عنده امل تي في بالكلمه، دروك الامل تي في تاع على بالك لاغريمون تاع الامل تي في راه مدها لرشيد. دونك رشيد راهم يسربوا، راهم عندهم تي في اكسيتيرا، وعندهم ثاني ماروك تي في راهم كوم دي شامبينيون مروج. هذه هي، هذا يحكي لك على رشيد نقاز. يقول لك بلي رشيد نقاز نسمعوه، انا ماش باغي ندير لا فوتو تاعه كما ارتاح، باسكو على بالك غادي يقلبها لك دروا دوتور اكسيتيرا، مي لا فوا يا با بروبليم. هاديك دي محكمة الدار البيضاء. استدعى قاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء العاصمة الجزائرية رشيد نقاز لحضور جلسة التحقيق لحضور محاميه، فانتقل لأنه الدعوة مشات للمحامي ديالو. معليش، حصل على لا فيديو فيها 6 مينوت، روحوا شوفوها. معليش، كاين وحدين يقول لك بلي ما دير لهمش لا بيبليسيتي اكسيتيرا، انا جو مون فو، انا غير باش نوري لكم زعما نوصلوا الكذاب لباب الدار. هذه هي، هذا العبد هذا اللي يسموه هشام عبود، بون حنا نعرفوا ليستوار تاعه، لي زاني 80 لي جينيرو عطاوه ان جورنال، شو يسموه مون جورنال اكسيتيرا، هو دار مون جورنال باش ما تبانش، واللي كانوا يصرفوا عليه لي جينيرو اللي كلاو البلاد. هذه هي، هاد العبد هذا دروك راه في باري وراه داير روحه بلي هو جورناليست ودار العفسه تاع فهمني، وراه يحكي على رشيد نقاز. هو يحكي لك غير العفسه تاع لو تريبونال ميليتير، تريبونال ميليتير، تريبونال ميليتير، كيفاش ما يحكمش عليه ان تريبونال سيفيل؟ توا حنا على بالنا كاع علاش هاد السيد اللي اسمه رشيد نقاز يحكم عليه ان تريبونال ميليتير، اون لو سي، هو تاني يعرف، انت تاني على بالك هشام عبود على بالك بها هذه، سلوي كي توش في لا سيكوريتي تاع البلاد سي ان تريبونال ميليتير اللي يحكم عليه. لي غارد من لا سيكوريتي تاع البلاد هما العسكر، راني مسلم عليهم. توا الجيش تاعنا يا خويا ظالم ولا مظلوم انا معاه. هذه هي السيد هاش دار علاش يحكم عليه. تحوس انت زعماك واش دار رشيد نقاش؟ وهذا ولا لا ميوزيك دوس هذيك باش ينهلوا في الناس اكسيتيرا، ها هو جدا العبد هذا اللي يحكموا عليه. زدت فيها تربيت فيها قريت معاهم وهما ما يبغوش خير البلاد، وشوفوني مليح يا عليا وعلى بال خاف ما نخاف لا بالحبس لا بالموت، على بالكم بالحلال من اي جزائري يقبض الكلاش ويقتلكم، ونعودها لكم راني في الدوار تاعي بالحق، أي جزائرية وأي جزائري يقبض لكم الكلاش ويقتلكم واحد بالواحد. لازم الشعب تاعنا ما يخافش، إيوا لازم الشعب تاعنا ما يخافش، هذه حاجة أخرى، بعد نجيكم ليها. هذا السيد هذا كون دارها أون فرونس وهضر على لي ديبيوتي فرونسي، قول لهم رفدوا السلاح يا لي فرونسي، مرا وراجل، وعندكم حق تقتلوا لي ديبيوتي فرونسي أون فرونس. هاد السيد يحكموا عليه لي ميليتار، يدوه في ان تريبيونال ميليتار ماشي سيفيل. نتوما ما تحكوش الحقيقه، انت يا هشام عبود مام لي فيديو تاعك اللي ديرهم حتى واحد ما يقدر يكومونتي، مبلع لي كومونتير، اللي يخاف من النار اللي عيطوا له اللي فيه التبني يخاف من النار. هذه هي، نتوما كاع خرطي فوق خرطي، نتوما بغيتو طيحوا لالجيري اجونو، راكم تجيبوا نتوما الخبثاء دي زاساسان دي كريمينال
ديروهم انتوما زعما سي دي جونز هنايا ملائكه. هذا ما دار والو رشيد نقاز. رشيد نقاز انسان زعماك نورمال كيما نتا وانايا نديرو فيديو منه. نو رشيد نقاز حنا شفناه عندها العفسه تاع صوت وصوره. هادو سي دي بروف لي يحكموا عليه في ان تريبينال ميليتير ماشي سيفيل. السيد يهدر في ان بلاطو تيليفيزي يا دي زاني لا يا دي زاني سا يقول لهم بلي جي فينونسي بوكو حرام سي ان جروب تيروريست. هادو عطاهم نص مليون اورو وراهي صوت وصوره راهي فيديو مع لي فرونسي. يافي ان ديبوتي يافي ان اكريفان وقاعد يهدر فيها ويعاود فيها تيوا. من بعد يزون في دي ريشيرش كتير جبرو بلي يكذب ما عنده دراهم ما والو سينو يحكموا عليه سينو يحكموا عليه. اي سي ان تريبيونال ميليتير اللي يحكم عليه. ها الصوالح هادو كما قلت لكم قبيله لا سيكوريتي تاع البلاد هي الاولى. واللي يحكم على الناس هما سيفيل ويحكموا عليه في ان تريبيونال ميليتير سكو هاد السيد هذا الى توشي لا سيكوريتي تاع البلاد. هذه هي وانا تحبس برك راكم تدرحوا في الناس. علاش راكم تكذبوا وتحكوا لنا انتم على لي سيسوار اللي قلنا هناك ونخزوا هكذا كيفاش يك حلال بنا كاع واش دار هذا رشيد نقاز. احكي لهم على ليستوار تاع رشيد نقاز. رشيد نقاز التاريخ تاعه كحل وانتم راكم تبيضوا له في التاريخ تاعه وراكم تحكوا لنا غير ميليتان ما ميليتان تريبينا ما تريبينا وما جبتوش الحقيقه. وقلتوا للشعب الجزائري بلي علاه علاش حكموا عليه. ما تقوليش بلي كان مريح هكذا ويدير في فيديو لايف ومقصر ايا وجاو حكموا عليه. بانو ياك السيد رسوله كان اون فرونس رشيد نقاز كان اون فرونس وصحابه اللي كانوا معاه قالوا له ما تهوتش البلاد الجيري غادي يحكموا عليك باسكو ها شهدت ها شهدت. لا جوستيس الجيريان ميليتير ولا سيفيل راهم يديروا في حقهم راهم يديروا في خدمتهم. سمحوا لي راهم يديروا في خدمتهم خويا ماشي انت تجي تقعد تدرح في الناس وتقول لهم انت امل تي في اكسيتي. انت يا هشام عبود من هالي من هالي دخلوا صحابك للحبس حبست انت يا امل تي في ما كانش اللي يصرف عليك. هشام عبود اللي كان يصرف عليك راهم كاع في الحبس راهم كاع في الحبس وحقك انت يا تاني في الحبس. انت يا هشام عبود وزيد طوط وهذوك العبادات لاكليك هذوك اللي عم ياكلوا في رواحهم ودايرين علامات على جي في في في, في عنقه هادو كاع غادي يخلصوها. نتوما راكم باغيين زعما كطيحوا لاجيري اجونو على خاطر الدراهم على خاطر الدراهم سيتو. هادي هي وبركا ما تكذبوا على الناس ديت لا فيغيتي كوم علي. وراك تقول بلي انت جورناليست سي سا كيف احنا على بالنا وانت على بالك وراك تجي تكذب في لي فيديو تاعك كذاب تو دي با لا فيغيتي. سبحان الله انت كي تقول بلي تبون ماشي شرعي انت ما راكش تسب في تبون انت راك تسب في الشعب الجزائري اللي راح فوطو اللي ضربتوه حقرتوه سبيتوه افيك لاد دو لا فرونس. ودروك وليتونا العفسه تاع ولاد فرنسا. انا ولاد فرنسا انتو هما ولاد فرنسا انتوما كاع زعما كم فوزيت بروتيجي بار لي سيرفيس سكري فرونسي. العديان تاع البلاد نيميرو ان هما لي فرونسي. هادي انت ما تقدرش ديرها في 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 باري وما تقدرش تهضر عليها في فيديو باسكو يعطوك نورما في الراس يقول لك امشي تيوا. وهادوك اللي يسموهم راشيد كيف كيف ماروك نيوز كيف كيف المغربيه شوف العديان اللي عندنا حنايا والحمد لله انا واقفين مع لاجيري ولاجيري الغسترا توجور دوبو كيما داروها جدودنا وجدود جدودنا نديروها حنا ويديروها ولادنا فهمني. ماشي انت تلبس علام تاع لاجيري في عنقك تقول بلي انت يا انا الجيريان نو سي فو. انتو هما العديان تاع البلاد وغادي تحاسبوا ان شاء الله وغادي تحاسبوا في ان تريبينال ميليتير باسكو انتوما راكم توشو في لا سيكوريتي تاع البلاد وتجيبوا الدين وتجيبوا لا ليبرتي ديكسبريسيون وتجيبوا نقول حنايا لا ديموكراسي اكسيتيرا اكسيتيرا. رشيد نقاز سي لو تريبينال ميليتير اللي يحكم عليه وهنا تحبس. راكم فاهمين هذه هي سيتي فيديو بنديرها
ماش باغي نطول فيها غير باش نواجبوا هاد الكلاب هادو اللي راهم ياكلوا في الواحم وراهم يخرجوا كوم دي شامبينيون هكذا مربوج وجايبينها مور لي زالجيريان لارجيري مال الجيري يعني على خاطر باش على خاطر الطلعه على خاطر الدور هذا ماكل اي شنو غادي نقول لكم شاشه وشيلات تهلاو في رواحكم واللي فيه خير يجيب ربي وتحيه الجزائر تحيه الجزائر فهمني وهنا تحبس تحيه الجزائر بلا بيكم يا كلاب والله اي شاشه وشيلات نشوفكم ان شاء الله في نوت فيديو واللي فيه خير يجيب ربي مع السلامه.